why the revolution is so different here? In Taiz, the people is one opinion, different Sana'a and Aden and any cities in Yemen. Because all body in Taiz, sister is student, and he is no, and he is no what he wants in the future. One thing is all people want one thing: free, all be free. Freedom. سناء البدوي 23 سنة. نحن اليوم يعني خرجنا في مسيرة. نحن خرجنا في مسيرة اليوم للمطالبة برحيل بقايا النظام, ولن أقول النظام بأكمله, فقد رحل منه جزء منه, فنحن خرجنا للمطالبة برحيل ما تبقى من هذا النظام الفاسد الذي يقبع على رؤوسنا, على رؤوس كل يمني يحب أن يغير وأن يكون هناك وأن يحلم بدولة مدنية حديثة يكون فيها المواطنة المتساوية والعدالة. When are you planning to stop? Until when are you going to protest? نحن التوقيف سيكون عندما نحصل على جميع مطالبنا الحقوقية والشخصية, مطالب الدولة المدنية الحديثة, عندما تكمل أهداف الثورة اليمنية جميعها, تحقيق أهداف الثورة اليمنية جميعها, عندها سنتوقف, ولكن لن يكون توقف يعني لن يكون توقف نهائي, وإنما سنعاود الخروج للمسيرات والمظاهرات في حين شاهدنا أي هدف من أهداف الثورة لم يتحقق, يعني فلن يكون هناك توقف نهائي, ستظل هذه المسيرات يعني مستمرة للمطالبة بأي تغيير, بأي إصلاح, ستكون مستمرة يعني.